حالك؟ شو اخبارك؟ مساكم خير. تعال هاي السنة اقول لك تعرف شيء قصيد شيء جملتين بيتين. تعال هاي السنة هي ما ادري يا اخي احاول اكتب من الصبح مو معلق شيء عندي. اي شيء كذا بيتين عندك تبرم على الخابق تبرم هذا الحبر مشكلته مشكله ترى انا هذا حبر جديد. الو يعني لازم اليوم يا اخي اصبر على الاقل اسبوع شويه بعدين اطلع يا اخي عذبتونا وياك ذبتونا وياك ذبتونا وياكم السلام عليكم. وعليكم السلام. الأستاذ أحمد مال الله. نعم. شو تخبرنا عن عملكم هذا؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. العمل هذا عمل لا حيلة. هو عمل اجتماعي فكاهي يتناول قضايا عدة في المجتمع ويتكلم فيها بجراءة. ها؟ شو أقول؟ أول شيء مرة بديت على أحمد. بعد شو ترى تسأل السؤال على حسب السؤال مدريونه. يعني مهد شو اقول؟ ما اعرف حق هالسوالف. زين شو مهد؟ شو اقول نسيم؟ تكلم عن المسرحية و... عن دورك هي. عن دورك انت أوكي. شو دورك في المسرحية؟ دوري انا في دوري في المسرحية انا اكون ولد عبيدان. انت عبيدان؟ عبيدان انت راح ينعسم انت عبيدان؟ انا ما لا يعني انا جاية عشان اسوي معاك انت اللقاء. ادري كثير والله شوفي فلازم اجوج وما اجوج اذا اجتمعوا الملائكة تشرب. انت مالكم شغل اللقاء وياي انا ولا وياكم؟ وياك مالكم شغل تتموا كذي. اولا دوري انا فن والله يا اختي انا بقول لك لا تفهميني غلط ارج احب ديكم وروسكم خلوني اسوي لقاء روحي زين يلا اوكي احنا خلوه بالكادر ويا اخوي نحن برا الكادر يلا زين. اولا بسم الله الرحمن الرحيم دوري فن مسرحيه كيوبا اكون انا عبيدان وابوي يكون يعني نفس ما تقولين مشعوذ في الفريج هذا يعني عنده طقوس ومن يعالج المرضى يعني ابوك المشعوذ اي ابوي المشعوذ بس انا اشوف يعني لو يحطونك انت على ديزاينك وشكلك انك تكون مشعوذ احسن وان ابوي اخر شيء يعالجني بما انه عالج نص الفريج الشغل كامل تبون لعن ابو انا ما اعرف انسيهم انا ما اعرف انت ليش تجيبون انا يا تامنوا بالله سلمين هاي والله مسرحية طبعا عنوانها لا حيلة واجتماعية فكاهية وفيها ما شاء الله كوكبة من النجوم وما شاء الله نورة وجه جديد بشوش وممثلة ما شاء الله اثبتت وجودها وشاطرة جدا يعني بداية تعرفي هي فيها يعني بعض الاشياء الفنانة حورة سوري نورة الفنانة نورة شو دورك في المسرحية هذه
وشو تخبرينا عن العمل؟ دوري أنا بنت عندي مشكلة، أوكي؟ عادي، شو تحبين تخبرينا يعني عن المسرحية؟ شو تشوفين المسرحية؟ شو دورك في المسرحية؟ يعني خلي طباعة الجمهور معاها بعد، يعني كيف شفتي في العروض الجمهور معاها؟ أنا قالوا لي، أنا سمعت عن المسرحية هذه انعرضت قبل من أسبوع تقريباً، وقالوا لي إن دورك كلش 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 مو حلو، ما أتقنتي الدور عدل، ما أدري إذا صح ولا لا. بس يمكن عرض مقوين يا اخي. عرض مقوين شوي، ترى كانت متوتره يمكن، يمكن صح، عرض مقوين شوي اقل يعني، ما كانت يعني كنت تعبانه وشيء. انا قالوا لي يعني كلش 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 ما اتقنت الدور. يعني مو كلش كلش بس لا يعني، لا لا تكلم جد، نحن هذا الواقع. انتي شو تخبريننا يعني؟ انتي شو تشوفين؟ شو تشوفين دورك؟ انا نفسي اشوف نفسي كممثله مبتدئه، اني انا جيده مش اني جيده جدا. اوكي من الاول، من الاول يلا. الفنانه حوره نوره، سوري، الفنانه نوره، شو تخبريننا عن عملك هذا وشو دورك في المسرحيه؟ طبعا بنعرض اليوم مسرحيه لا حيله، هذا ثاني عمل انا اشتغل فيه كممثله كوي. طبعا انت ممثله مبتدئه صح؟ اي نعم، توني طالعه. خليني اخي نجوم لا صراحه انا جبرتك كنت اسوي وياه لقاء؟ لا بس انا جيتك بالغلط. جيتني بالغلط تقول؟ لا 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 انا ما جيت، انت اللي جيتي. انت اللي جيتيني، انا ما جيتك. صح لا بس لا يمكن عشان فنانه مبتدئه هي تو مبتدئه، معليش مع احترامي في نجم هني، في بطل العمل سعيد، في نحن نجوم، يعني بنت تو مبتدئه مع احترامي الشديد لها، ولكن بس معليش سوي اللقاء وياي انا اول، بعدين او يا عيسى قبل، وبعدين خلوها اخر وحده تسوي لها لقاء، سوي لها الحين. وانت زعلانه يعني؟ طرطنجيه، لا طرطنجيه نحن يعني، لا جد يعني، يعني انا اسماء، انا هاي زبال نعقف، ما بعيب انه نعقف اي كلام. بعد شوفيك الحين سكتنا عن هذا بعد شوي، خفي لا جد يعني، جد صدق خفي، ايه خفي عليهم شوي يعني. صوتني اكم، صوتني اي مقله، خلص اللقاء عشان عندنا عرض نوره. اوكي يلا نعرض، ما انا ميودتنكم، ما ميودتني، خلص اللقاء يا جماعه، جايين تعبان عشان اسوي لقاء؟ لا يلا، لا خلاص انا اسوي مع ناجي. اصلا الحمد ربك ان احنا هسه طلعت في التلفزيون، الحمد لله لك والشكر يا رب. لان برنامج ايه، لان برنامج كبير كبير. انا راجل صعيدي ومسكره معي من الصبح، انت اللي حكيت لنا هيك، تعرفت اساعدوني بالسياره؟ مو انا، صدقني مو انا، ما اعرفهم. لو سمحت، لو سمحت، لا ودخل سيجاره يا عمي، خلاص لا لا لا، اصبر اصبر، روح لا، روح